درست الخصائص والطباع الحيوانات اللي كتعتبر أنها أدنى من الإنسان وقارنتها بالخصائص والطباع الخاصة بنا إحنا البشر، واكتشفت واحد النتيجة اللي كانت صادمة مدلة ومهينة بالنسبة لي. هكا كيبدا مارك توين المقال ديالو اللي كيحمل الاسم ديال الحيوان الأدنى، المؤلف ديال مغامرات توم سوير اللي عاش بين 1835 و 1910. كيبين في هذا المقال اللي كذلك تنشر تحت العنوان الأكثر أهمية واللي لقى إقبال أكثر، الجنس البشري الملعون، أن الإنسان هو فعلا نوع مميز كيتميز بواحد الاختلافات طفيفة اللي كتعلق بالمناخ والبيئة، سواء في اللون أو القامة أو المستوى الفكري وما إلى ذلك، كذلك العقل والفضول، وميمكنش يتم الخلط بينه وبين الأنواع الأخرى اللي واخا هكاك حتى هي كتبقى مميزة إلى حد ما، الطيور والأسماك والحشرات والزواحف اللي حتى هما جزء من الموكب، وكيشكلوا سلسلة اللي كتبدأ من أعلى الحيوانات وكتنتهي في الأسفل في الأدنى مع الإنسان، كيقول الكاتب. مارك توين في هذا المقال كيقوم بالسخرية من الطبيعة البشرية عن طريق الوصف ديال التجارب اللي قام بالإجراء ديالها في حدائق الحيوانات ديال لندن، للنتائج ديالها كتوضح التناقض الشديد مع ماشي غير الفكرة اللي كتقول أن الإنسان أرقى من الحيوان، وإنما جميع النظريات ديال الخلق المختلفة اللي عرفوها البشر وروجوا لها الديانات والفلسفات عبر العصور، اللي بالنسبة له عامرة بالنفاق ديال الذات والشعور بالتفوق ديال الجنس البشري بواحد طريقة ساذجة وجنون العظمة اللي كيتسم بها. وما كيستثني حتى واحد في هذا الموضوع، لا المتدينين ولا الملحدين ولا العلماء، كيهاجم الجنس البشري بأكمله بواحد طريقة فكاهية وملاحظات فريدة من نوعها فيما يخص المشاكل الأساسية اللي واجهوا المجتمعات البشرية عبر التاريخ، اللي طالما عرفوها الأسلاف ديالنا وكنعيشوا فيها لحد الآن. حب البشر للظلم والتفضيل ديالو للغباء الدائم والادعاءات ديالو بأنه أعظم الخلق وأنه أهم مكان في هذا الوجود، الشيء اللي كيخلي الرسالة ديال الكاتب تكون مؤلمة ومحبطة بعد الشيء للقارئ اللي كيظن فعلا أنه أرقى من الحيوانات الأخرى، وفي نفس الوقت كيخليها تكون مواسية للقلوب ديال الأشخاص اللي قاموا بنفسهم بالملاحظة هذه الحقيقة المرة فاش قاموا بالتأمل ديال نفسهم وباقي الكائنات. مارك توين كيقول في المقال ديالو بلي بعض التجارب اللي قام بها كانت غريبة إلى حد ما، وكتبين الفكرة ديالو بواحد الطريقة بديهية اللي ما يمكنش الطعن فيها. وحدة منهم كتتعلق بالصيادين عموما، كيقارن بين الحيوان الزاحف الأناكوندا وواحد الكونت إنجليزي باش يوضح مزيان الفضاعة ديال الطبع البشري. في السهول الكبرى اللي كيعيش فيها الحيوان ديال الجاموس، تنظمت واحد العملية ديال الصيد من أجل الترفيه على هذا الكونت الإنجليزي، وتمت واحد المجزرة اللي فيها تم القتل ديال 72 واحد من هذه الكائنات العظيمة، وتم الأكل ديال فقط جزء من واحد منهم، وتركوا 71 جاموس مقتول كيتعفن فوق الأرض، الشيء اللي بالنسبة للكاتب ما يمكنش يقوموا به الحيوانات الأخرى اللي كتعتبر دنيوية. القتل ديال عدد كبير من الكائنات بدون سبب فقط من أجل الاستمتاع والترفيه على النفس، وباش يثبت هذه الحقيقة هذه غيقوم بوضع 7 ديال العجول الصغيرة في القفص ديال الأناكوندا، واللي كان صادم بالنسبة له هو أن هذا الحيوان الزاحف اللي واخد سمعة مخيفة وكيتعتبر خطير وقاتل قام فورا بالخنق ديال واحد من هذه العجول والابتلاع ديالو، ثم غادي يشعر بالرضا وغيقوم بالاستلقاء في المكان ديالو، وما بين حتى شي اهتمام بالعجول الأخرى ولا رغبة في الإيذاء ديالهم. مارك توين غادي يعاود نفس التجربة مع أناكوندا أخرى مختلفة، والنتيجة كانت دائما نفسها، الأناكوندا كتاكل واحد فقط، كتسد الجوع ديالها وكتخلى على الآخرين، وبهذه الطريقة كيتثبت أن الكونت الإنجليزي كائن قاسي بالطبع ديالو عكس الأناكوندا. الإنجليزي والرفاق ديالو كيقوموا بالتدمير ديال داكشي اللي ماشي ديالهم واللي ما عندهمش فائدة منه، ولكن الأناكوندا السيكولوجية ديالها مختلفة من هذه الناحية، كتاكل فقط باش تشبع وما كتدمرش داكشي اللي ما عندهاش فائدة منه، فقط من أجل التدمير، والتدمير فقط من أجل الاستمتاع. والكاتب كيقول هنايا أنه كيبان بوضوح شكون الكائن الأرقى بين هاد الجوج، حسب النظرة ديال الإنسان لما هو أرقى وما هو أدنى، حسب النظرة الأخلاقية اللي صنع بنفسه. أكيد أنه ميمكنش لهاد الإنجليزي والبشر اللي بحاله يكونوا أرقى وأعلى في المرتبة من الأناكوندا والحيوانات اللي بحالها. الكاتب كيدير كذلك الملاحظة ديال أن بزاف البشر كيجمعوا الملايين وحتى الملايير كثر من اللي يمكن لهم الاستخدام ديالو في حياتهم وحياة الأبناء والأحفاد وكذلك أحفاد الأحفاد ديالهم، ولكن واخا هكا كيبينوا واحد النوع ديال الطمع وواحد الجوع وحاجة مسعورة باش يجمعوا المزيد والمزيد، الحالة اللي كنلقاوها عند الرأسماليين مثلا، وهادشي من خلال خداع الضعفاء والجهلاء والعاجزين بلا ما يكترثوا المعاناة والخوف والحاجة الشديدة ديالهم أو كذلك الممتلكات الضئيلة اللي عندهم، غير باش يرضوا الشهية اللامتناهية اللي كيتسموا بها، غير باش يتعاندوا مع آخرين اللي كيتسموا بنفس الطباع الخبيثة ديالهم،
ولكن فاش قدم المختلف الحيوانات البرية والأليفة الفرصة باش يخصنوا كميات كبيرة من الطعام، حتى واحد فيهم ما بغى يقوم بهذا الشيء. حتى السناجب والنحل والنمل وبعض الطيور غيقوموا فعلا بالتخزين ديال الطعام، ولكنهم توقفوا من بعد ما خزنوا داكشي اللي غادي يكفيهم فقط الفصل ديال الشتاء، وهادشي بواحد الطريقة صادقة بدون خداع وبدون مؤامرات. وهاد التجربة حتى هي غتقنع الباحث انه كاين واحد الفرق عظيم بين الانسان والحيوانات اللي بالنسبة له ما يمكنش تكون غير ارقى من هاد الانسان. الانسان بخيل، طماع، جشع، عكس الحيوانات اللي مقارنة معاه في هاد الخاصية كتواجد في اعلى السلم. كذلك الكاتب ديال مقال الجنس الملعون بالإضافة لهذا الشيء كيذكر أن بين جميع الحيوانات الإنسان هو الوحيد اللي كيلجأ للشتائم والشر المجاني فاش كيلقى الفرصة، هو الوحيد كذلك اللي كيعرف المفهوم ديال الانتقام، الخاصية الغير معروفة عند الحيوانات. كل ما كيقوموا به بعض الحيوانات بحال الجمل مثلا هو التصرف بعدوانية إلى التعرض لمعاملة سيئة بواحد الطريقة متواصلة عند الإنسان. ولكن المفهوم ديال الانتقام بالمعنى اللي احنا كنعرفوه ما كاينش ابدا في القاموس ديال الكائنات اللي كتعمر سطح الارض. واخا هو صحيح ان الانسان بالنسبه لمارك توين عنده العقل كائن ثقافي، وهذه المساله كتميزه على باقي الكائنات، وميمكنش شي كائن واحد اخر يعاندو او يتفوق عليه في التفكير والفضول اللي كيتسم به، ولكنه كيتبت من خلال القسوه ديالو والانانيه والغباء والشر المجاني اللي كيصدر منه، التعذيب والاعدامات ديال الاخرين بشتى الانواع والاشكال، والفضاعه ديال التصرفات ديالو اللي كتبان عبر التاريخ انه ما يمكنش يكون ارقى من الحيوانات الاخرى بالمفهوم الاخلاقي اللي قام هو بنفسه بالتحديد ديالو. الحيوانات بصفه عامه ما كتسمش بالنفاق والطمع والظلم والاستعباد وبزاف ديال الصفات الاخرى اللي هي خاصه غير بالبشر اللي بوحدهم قاموا بالتطوير ديالها. الحيوانات عموما ما كتخبيش السمات الخبيثه اللي فيها في بعض المواقف والظروف، ما كتسمش بالخجل عكس الانسان اللي ما كيقدش حتى يظهر قدام الاخرين وهو عار تماما. الانسان اللي كيتميز بالتفكير والوعي بالذات ديالو، ولكنه بالرغم من هذا الشيء كيقوم بافظع الافعال وكيخرج منه داكشي اللي ما يمكنش يخرج من الكائنات الاخرى اللي ما كتعرفش الخجل وما وعياش بالذات والافعال ديالها. من بين جميع الكائنات والحيوانات اللي كتعمر هذه الارض، الانسان هو الكائن القاسي الوحيد اللي كيلحق الاذى والالم فقط من اجل الموتى. القط كيلعب بالفأر الخائف قبل القتل ديالو، ولكن العذر اللي عنده هو انه ما كيكونش على علم بالمعاناه اللي كيختبر هذا الفأر، عكس الانسان اللي كيكون فاهم المعاناه ديال اخيه الانسان، ولكن هذا الشيء ما كيمنعوش من انه يقوم بالتعذيب ديالو. هذا الانسان هو كائن قادر على الكذب والتمييز الجنسي والنهب والسرقه والاغتصاب والقتل ثم الاعتراف بكل هذه الافعال في اليوم التالي. توين كينتقد في المقال ديالو كذلك السيطره اللي كيقوم بها الانسان على الطبيعه والاستعباد اللي كيقوم به الكثير من الحيوانات للمصلحه ديالو والاساليب الحياه المختلفه اللي كيطور. الانسان عاوتاني هو الوحيد اللي كيكون عبد، وهو الوحيد اللي كيستعبد البشر بحاله، وكان ديما عبد بشي طريقه او اخرى، وكذلك كان كيستعبد دائما الاخرين بطريقه او اخرى حتى في الوقت الحاضر. حتى دابا الانسان هو دائما عبد لانسان واحد اخر مقابل واحد الاجر، وعنده كذلك عبيد تحت منه مقابل اجر اقل من الاجر ديالو اللي كيقوموا بالاعمال اللي خاصه هو يقوم بها. اما الحيوانات الاسمى والارقى بالتعبير ديال الكاتب فكتقوم بنفسها بالاعمال الشخصيه ديالها بواحد الطريقه حصريه فاش كتبغي تزود نفسها بداكشي اللي كتحتاج من اجل البقاء على قيد الحياه. كذلك الانسان هو الكائن الوطني الوحيد اللي كيوضع نفسه في واحد الجانب في البلد ديالو تحت واحد العالم خاص به، وكيسخر من البلدان الاخرى، كيفتخر بعدد كبير من القتله اللي كيرتديوا واحد الزي عسكري على حساب نفقات باهظه من اجل سرقه اجزاء واراضي من عند اخرين، ومن اجل المنع ديالهم كذلك من انهم يحصلوا على الحقوق ديالهم. الانسان هو الكائن الوحيد المتدين، وهو الوحيد اللي عنده واحد الدين حقيقي خاص به، بل عنده عده ديانات. هو الوحيد اللي كيحب الجار ديالو بحال نفسه، وفي نفس الوقت كيقطع الحنجره ديال هذا الجار الا كانت الديانه ديالو غير صحيحه في النظر ديالو. هو الوحيد اللي كيسفك الدماء وكيحول الكره الارضيه لمقبره فاش كيكون كيبذل قصارى جهده في تيسير طريق ديال افراد الجنس ديالو للسعاده والجنه وما هو جيد بالنسبه له في التفكير ديالو. الانسان كيدعي انه الكائن العاقل الوحيد في هذا الوجود، ولكن التصرفات ديالو وطريقه العيش ديالو منذ الازل كتبت انه كائن بعيد عن المنطق. واكبر اثبات على هذه المساله بالنسبه للكاتب هو انه بالرغم من جميع المخلفات اللي خلى في التاريخ والملاحظه ديالو لنفسه والكائنات الاخرى، كيبقى كيقدم نفسه بواحد الشكل مزعج على انه اسمى وارقى من الكائنات الاخرى، بينما وفقا للمعايير اللي قام هو بنفسه بالانشاء ديالها والصنع ديالها كيتواجد في القاع ديال السلم اللي شكله.
في الحقيقة كيقول مارك توين، الإنسان غبي بواحد الشكل اللي ما يمكنش العلاج دياله. صعيب عليه يتعلم أشياء اللي بسيطة وبسرعة كيتعلموها حيوانات أخرى بدون عناء. الكاتب كيقول إذن إحنا مجبورين نعترفوا أن الإنسان بعيد على النبل اللي كاين في الحيوانات المتفوقة مقارنة معه، لأنه مبتلي بالطبيعة دياله الغير قابلة للتدمير بسبب الخلل اللي سميته الحس الأخلاقي. هو الكائن الوحيد اللي عنده الحس الأخلاقي، وهذا الحس هو اللي كيدمر وكيتسبب في التدهور ديال الطبيعة والطبع دياله. هو اللي كيخليه يكون قادر على الفعل ديال الشر، كيخليه يولي عنصري من خلال التمييز بين الخير والشر ثم يتخذ إجراءات ظالمة بهذا الشأن. كيخليه يحكم على الأشياء والأفعال الآخرين ويربطهم بالنظرة الخاصة اللي عنده على الخير والشر. هذا الحس الأخلاقي بالنسبة لمارك توين هو مرض في البشر، وماشي ميزة كيتسموا بها اللي غتكون كتميزهم إيجابياً على باقي الكائنات.